السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج بيند كاد. وده برنامج زي ما انتم شايفين بيعمل رندر في الريال تايم بشكل رائع وسريع. يعني تقدر تحط مثلا لوحات إرشادية في الطريق لو انت حابب وهكذا. طيب خلينا مثلا نختار موضوع الماتيريال. خلينا نقرب مثلا من المبنى دوت اهو، واقول له ان انا عايز هنا اعمل تكتشر. فبيقول لي انت عايز تعمل ماتيريال لايه، فانا مثلا هقول له بريك وروك، واختار مثلا اي ماتيريال، وراح مغير الماتيريال زي ما انت شايف. مثلا اخترنا دوت، وروح ايه عامله هنا، هو اوتوماتيك بيبدأ يحطه على الطريق زي ما انت عايز، وتقدر بعد كده تعدل فيه السكيل بتاعه زي ما انت شايف، اليو والفي سكيل والهيو زي ما انت شايف، تغير اللون تماما بتاع العنصر دوت. تقدر تخليه افتح او اغمق زي ما انت عايز، والتشبع بتاع الالوان تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. طيب خلينا مثلا نقول ان احنا عايزين نعدل، نشوف اي حاجة مثلا كده نخليها زجاج. طبعا انت بتقدر تتحكم في الاسهم بسهولة. طيب اقول له هات لي بقى الجلاس، اخترنا مثلا الجلاس ديت، وابدأ احطها هنا. على الويندو كولر فتلاقيها انها اختلفت، وتقدر تعدل فيها لو انت حابب، او ممكن تختار مثلا حاجة زي كلير مثلا، يروح مغير لك لون الزجاج كله زي ما انت عايز. وتقدر تحمل صورة لو انت حابب ان انت تجيب صورة جاهزة. وكذلك الكونكريت لو انت حابب ان انت تختار كونكريت. مثلا هنا راح محول لك كله بالشكل دوت.